عاجل ننشر الإجراءات المصرية الرسمية لسد النهضة وتعليق ناري من البابا تواضروس ضد سد النهضة، ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو، وتعليق هام من عامل مصري عن الرئيس السيسي ويفجر مفاجأة، وجماعة الإخوان الإرهابية تصدر بيانا حول العلاقات المصرية التركية، وتركيا تطلب من مصر طلب، ننشر لحضراتكم التفاصيل، وخبر مؤسف عن الفنان سمير غانم، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، و عاجل ننشر الإجراءات المصرية الرسمية لسد النهضة. كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن خططها لتفادي خطر الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي. محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة قال إنه تم الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة حدوثها وفقا لأسوأ الظروف من خلال إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه، وأضاف وقال إن لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أي أزمة محتملة. أكد غانم وقال خلال تصريح لموقع مصراوي على أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الأرض والمصارف من خلال تبطين 8200 كيلو بتكلفة تجاوزت 18 مليار جنيه، وأشار وقال إلى أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 80 مليار جنيه. وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة تتيح تدفق المياه في نهاية الأراضي وتقلل نسب الهدر في المياه. لفت وقال إلى أن المخطط الثاني هو أعمال صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع المياه والتي تعمل بكفاءة عالية وتصرف المياه في توقيتها خصوصا خلال فترة أقصى الاحتياجات. تابع المتحدث وقال إن المخطط الثالث يتمثل في إنشاء صحارى بتصريف 1,000,000 متر مكعب يوميا ومصرف بحر البقر الذي يعالج 5,000,000 متر مكعب يوميا، وهي أكبر محطة معالجة في العالم، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة تخدم مشاريع الدلتا الجديدة. أكد غانم وقال إن المخطط الرابع هو تشجيع المزارعين على اللجوء إلى الري الحديث في الأراضي الصحراوية ثم بالأراضي القديمة، حيث يتم العمل على 4,000,000 فدان بوسائل الري بالتنقيط والري بالرش بديلا للري بالغمر، حيث أن الزراعة تستهلك النسبة الكبرى من مياه النيل. المتحدث الرسمي أشار وقال إن مصر ترفض عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، حيث تتأثر مصر والسودان بكل تأكيد، وأضاف وقال إن إثيوبيا لم تولد طاقة العام الماضي وبنسبة كبيرة لن تولد هذا العام، ولكنها تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع وهو ما ترفضه مصر. طيب، عاوز أطمن حضراتكم، يعني هقول لحضراتكم كلام بسيط جدا، ده كلام وزارة الري المصرية وهو كلام رسمي، بمعنى أن هذا ليس كلام من القوات المسلحة المصرية، بمعنى أن أي إجراءات أخرى ليست بيد وزارة الري المصرية. وزارة الري المصرية بتقول لك أنا أقدر أعمل كذا وكذا وكذا، أي حاجة تانية هي مش بإيدي. وزارة الري المصرية ليست وزارة يتم من خلالها إصدار القرارات للحفاظ على مياه النيل، هم بيحافظوا على مياه النيل بطريقتهم، إنما يعني الحفاظ بشكل رسمي أو الحفاظ بشكل عملي على مياه النيل ليست بيد وزارة الري. هذا بيان طبيعي جدا من وزارة الري المصرية، بينما عاوز أفكر حضراتكم من الرئيس السيسي قال مفيش حد يقدر يمس مياه مصر، اللي عاوز يجرب يجرب، وإن هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لو حد خد قطرة مياه من مصر. فإذا أقول تاني، وزارة الري المصرية ليست وزارة يتم من خلالها إصدار القرارات أو البيانات التي يعني بموجبها نطمئن من موضوع سد النهضة. وزارة الري المصرية لها صلاحيات يعني بسيطة جدا وهي بخصوص المياه بس، إنما يعني عاوز أقول السلاح اللي بيحمي مياه
نهر النيل ليس بيد وزارة الري. هذا يعني ملخص الكلام، وأتمنى تكون الرسالة وضحت وما طولتش على حضراتكم. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. يلا ندخل على الخبر التالي، ننتقل لخبر آخر ومتعلق بالخبر الأولاني وتعليق ناري من البابا توادروس ضد سد النهضة. وعلق البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية على أزمة سد النهضة الإثيوبي وقال إن المعارك لا تأتي بأي ثمار، وخلال كلماته بقداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قال البابا توادروس: نحن نريد جميعا أن نعيش في حالة من السلام وفي حالة من الرخاء والنمو، والحياة تعلمنا أن المعارك لا تأتي بأي ثمار. وقال وأضاف: نحن نصلي دائما من أجل نهر النيل نفسه في كل قداس، واثقين أن يد الله تستطيع أن تعمل، فهو ضابط الكل. وسابع وقال: نرفض صلاة خاصة من أجل مشكلة سد النهضة، هذه المشكلة التي نصلي من أجلها كثيرا أن يمد الله ويعمل فيها حلولا ترضي الجميع. وقال: ننظر إلى دولة إثيوبيا الشقيقة، فنحن في قارة واحدة، قارة إفريقية، وندعو إثيوبيا حكومة وشعبا بدلا من أي قلق أو صراع أو متاعب إلى المشاركة والتعاون والتنمية لكي نعمل جميعا، ونحن أشقاء نهر النيل الخالد، ونعمل جميعا من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض إفريقيا مئات وآلاف السنين. وقال: نصلي أن ينجح الله كل الجهود الطيبة الدبلوماسية والسياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي من أجل المسؤولين في هذا الأمر، ودعا الجميع إلى السلام والحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب. يعني معنى كلام البابا توادروس بطريقة يعني مباشرة وواضحة. البابا توادروس يعني أكيد يعني رجل كبير في الدولة، مسؤول كبير في الدولة، بابا الإسكندرية. إذن لما يعني يطلع بتصريح زي ده أكيد ما بيهزرش، ونتمنى إن شاء الله إن الموضوع يتحل، وأنا أتمنى إن الموضوع يتحل بطريقة يعني سلمية بعيدا عن الحروب، لأن الحروب تدميرية وأنا واثق إنها تدميرية فقط على إثيوبيا. هذا رأيي الشخصي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وتعليق هام من عامل مصري عن الرئيس السيسي ويفجر مفاجأة. إسلام عمر عامل الدليفري المصري اللي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة شرق القاهرة صرح عن سعادته بالحصول على هدية من الرئيس السيسي عبارة عن سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي. بالمناسبة مش هتلاقي الخبر ده على الجزيرة أو أي وسائل إعلام تابعة للإخوان أو أي تنظيم شيطاني. وأشار إسلام عمر إلى أنه سعيد بهذه الهدية التي ستسهل عليه تحمل الظروف المعيشية، وقال: أنا حتى هذه اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل معايا من ساعة ما قابلت سيادة الرئيس. وتابع وقال: لم أكن أملك إلا الموتوسيكل الذي أعمل عليه دليفري في أحد المطاعم، والآن تغير الحال وأصبح لدي تاكسي أبيض. ويتوجه عامل الدليفري بالشكر للرئيس السيسي وقال: شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدية الرئيس نعمة من ربنا علي في أيام مفترجة. ولفت وقال أن هذه الهدية ستساعده في إعالة أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها. الرئيس السيسي كان قد قرر منح المواطن إسلام عمر عامل الدليفري الذي قابله الرئيس بالصدفة منذ يومين هدية عبارة عن سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لتساعده على إعالة عائلته في هذه الظروف الحالية. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتل خبر آخر، وجماعة الإخوان الإرهابية تصدر بيانا حول العلاقات المصرية التركية. جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في تركيا تعهدت بعد اجتماع عقدته مؤخرا في أنقرة مع رئيس حزب السعادة التركي بعدم المساس بأمن واستقرار تركيا على خلفية نهجها للتقارب مع مصر. قالت الجماعة المحظورة في مصر في بيان أصدرته على لسان نائب مرشدها العام إبراهيم منير بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات المصرية يضم ممثلي عدة قوى سياسية مصرية ومنهم جماعة الإخوان الإرهابية ممن استقبلتهم تركيا كلاجئين سياسيين للعاصمة التركية بأنقرة بهدف الالتقاء
مع بعض المؤسسات التركية المجتمعية لتوضيح أحوال ومتطلبات المصريين اللاجئين إلى تركيا. والبيان قال: وبهذه المناسبة فإننا مع واجب الاعتراف بالفضل لأصحاب الفضل تركيا رئيسا وحكومة وشعبا. نؤكد باسم جماعة الإخوان المسلمين الوفاء الكامل لكرم الضيافة والالتزام بواجباتها واحترام كل القوانين والنظم والأعراف وعدم المساس باستقرار وأمن هذا البلد. طبعا حضراتكم عارفين أن الإخوان هربوا من بداية عام 2013 حتى 2014 لتركيا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي جه ومسك الحكم بتأييد شعبي، وده طبعا على عكس الكلام اللي بيقولوه جماعة الإخوان إنه كان انقلاب، مفيش انقلاب تدعمه ثورة. وفي شهر مارس تركيا أعلنت استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بينها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في مصر. المصدر معانا كان من RT ووكالات، هذا كان بيانا من جماعة الإخوان الإرهابية الخونة الموجودين في تركيا. انتقل لخبر آخر معانا، وتركيا تطلب من مصر طلب، وأكد وزير التجارة التركي محمد موش قبل زيارة وفد تركي لمصر هذا الأسبوع أن تركيا تريد تحسين علاقتها الاقتصادية مع مصر، وقال: بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة، حيث أنه بالرغم من الخلافات السياسية لفتت تركيا إلى أن مصر لا تزال أكبر شريك تجاري إفريقي لها، إذ بلغ قيمة التجارة 4.8 مليار دولار العام الماضي بانخفاض طفيف عن عام 2012. ويعني مولود شاوش أغلو هو وزير الخارجية التركي قال إن في مباحثات مع مصر وهيكون في وفد تركي إلى مصر. المصدر معانا كان من رويترز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر سريع ومؤسف، خبر مؤسف عن الفنان سمير غانم. وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان المصري سمير غانم قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي بعد أيام من نقل زوجته الممثلة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بسبب إصابتها بالوباء. المصدر قال في تصريح لليوم السابع أن سمير غانم تعرض لوعكة صحية حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل بسببها إلى العناية المركزة بمستشفى عادية وليست مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين. وكانت مصادر مقربة لليوم السابع أكدت أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت أحد المستشفيات العزل منذ 4 أيام بعد شعورها بضيق في التنفس نتيجة إصابتها بالوباء، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الوباء. وكانت وسائل إعلام مصرية قد تناقلت أنباء عن إصابة الفنان سمير غانم بالوباء بعد أيام قليلة من إصابة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالوباء. المصدر معانا كان من اليوم السابع، نتمنى الشفاء العاجل للأسطورة الفنان سمير غانم، إن شاء الله يقوم بالسلامة. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.